أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. أينما تكونوا يدرككم الموت
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يستخفون من الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون
والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا
فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا
وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لو يعلم الذين كفروا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور أينما تكونوا يدرككم الموت يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ليستخفوا منه ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون
ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يستخفون من الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وظنوا أنه واقع بهم وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم
إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين تدمر كل شيء بأمر ربها
تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر
بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ولو كنتم في بروج مشيدة
ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يستخفون من الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا
وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قالوا يا ذا القرنين
إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا أما
أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لو يعلم الذين كفروا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وإن
إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور أينما تكونوا يدرككم الموت يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ليستخفوا منه ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يستخفون من الناس
الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون
يظنون بالله الظنونا يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وإذا أردنا نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أن
أنهم مانعتهم حصولهم من الله وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء
لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق
وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها
وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون
بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله
يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور أينما تكونوا يدرككم الموت يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ليستخفوا منه ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يستخفون من الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد
أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وظنوا أنه واقع بهم وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فأتى الله بنيانهم من القواعد فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم
فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها
وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لو يعلم الذين كفروا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين
فاعتبروا يا أولي الأبصار. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال أنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم
والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فأتى الله بنيانهم من القواعد فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها
أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون
بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم
قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون
لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن
انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون
لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لو يعلم الذين كفروا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال
وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال
ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ليستخفوا منه ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يستخفون من الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وظنوا أنه واقع بهم وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا
صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فأتى الله بنيانهم من القواعد فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا
فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. أينما تكونوا يدرككم الموت
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ليستخفوا منه ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يستخفون من الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون
والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق
فاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا
وجدها تطلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فتبهتهم فلا يستطيعون ردها